السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم بخير. فايت هاد النهار باش نقدم لكم واحد الوصفة اللي جميع المغربيات واقيلا داروها، هي اللحم في الكوكوط بلا زيت بلا ماء. كيجي محمر بحال اللي دايره في الفران. بالنسبة لهاد الطريقة هادي كتجي زوينة وما كتحتاجيش انك تبخري اللحم وتعاودي ديريه في الفران، لا بالعكس، يعني كطيبي غير في الكوكوط صافي. الطريقه غادي تتبعوا معايا المراحل، يعني طريقه سهله وبسيطه وكيجي لذيذ ومحمر، وان شاء الله غادي تشوفوه في التقديم. بالنسبه لهذه الطريقه هذه كناخذوا شويه ديال الطريف ديال الزبده كندهنوا به الكوكوط، بحال غادي ندهنوها باش نديروا كيك اللي كدهنوا لها جوانب كامله. ملي ندهن غادي نعاود نلتقي معكم. صافي هي دي، بعد ما دهنتها ملي كدهني البلاصه فين غيوصل لك اللحم، واللحم خاصو ضروري يكون كونجولي، يعني جبتيه من الفريكو من الاحسن. جربوه البنات بلا ما يكون كونجولي، ولكن من الاحسن، يعني الوصفه الاساسيه كان فيها اللحم كونجولي. ما تنساوش حبايبي ديروا اشتراك في القناه الا كنتي ما مشتركينش، وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. وان شاء الله الا عجبتكم الوصفه من بعد التقديم ديروا لي جيم وخليوا لي تعليق ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التقديم وطريقه التحضير. ها انتما كما كتشوفوا، من بعد ما دهنت الكوكوط بالزبده درت هاد الطريف ديال اللحم ديالي، هذا درت انا طلعه راه عندي قطعه على هاد الشكل ودايرها في الفريكو. صافي دابا غادي ندير عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. انتما درت شويه ديال البزار، دابا غندير شويه ديال الملحه. صافي، وغادي نسد عليها الكوكوط وغنديرها على عافيه مهيله بحال الشمعه. صافي، وكتخليها كطيب تقريبا ساعه الا ربع، ولكن مره حركيها بحال هكا باش باش ما تلصقش ويتحرق لك اللحم. يلا نلتقيو ملي نبغي نقدم الطلعه ديالنا. وها الطلعه ديالنا ملي وجدات جات على هذا الشكل هكا، هانتوما كتجي حمرات بغيت حمرتيها في الفران. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. هانتوما قصبات الشليطه ديال القرعه حتى هي كتجي لذيذه. هادي انا غنخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، سهله ما فيها حتى شي حاجه، والطريقه ان شاء الله حتى هي في صندوق الوصف. يلا بالصحه والراحه.